مكافئ مع نبيل سلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني وحصيلة عملياتهم بالساعات الماضية. بونجور استاذ نبيل. بونجور، يعطيكم العافية. ميرسي، وانت كمان تفضل. العمليات اللي قامت فيها المديرية العامة للعناصر، المديرية العامة للدفاع المدني، كان في عندنا 8 مهمات للإطفاء بمختلف المناطق اللبنانية، وكانت متنوعة بين حرايق سيارات، مستودع، منازل وكهرباء. كان عندنا 2 مهمتين للإسعاف للتدخل بحوادث السير، و27 مهمة تنوعوا بين إنقاذ وسلامة عامة، يعني سحب سيارات من الثلج وإنقاذ مواطنين من سياراتهم كمان علقوا بالثلج. يعني ما كان مجموعهم 37 مهمة خلال ال 24 ساعة يلي مرقت. مثل ما كل هلا عم يحكوا عن الطقس العاطل يلي جاي هاليومين، مشان هيك بنتمنى على الجميع انه يكون عندهم الوقايه، واذا بدهم يتذكروا اي شيء للارشادات موجوده على صفحه المديريه العامه للدفاع المدني civildefense.gov.lb، ويتوقعوا انه خصوصي على السواقه خلال الثلج او يطلعوا للمناطق يلي مثل بيبقى دائما رقم 125 للطوارئ بالدفاع المدني موجود 24 على 24 لتلقي اي طلب للمساعده، وان شاء الله ما حدا يعوزه. ان شاء الله. شكرا لك كمان نبيل سلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني.